سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضر على لي بارفان ديال العنبر اللي معروفين ديال اوريفلام، والفرق ما بيناتهم ما بين المارون لي وما بين بارفان، البلو. واخا من نفس لا مارك ديال اوريفلام ونفس السميه، ولكن الريحه مبدله، ما كيتشابهوش في الريحه، كل واحد وريحته بوحدها. مثلا غادي نهضر على هذا المارون هو الاول، وغادي نهضر على الازرق. هاد المارون هو اللي معروف عندهم شحال هادي، واكثر مبيعا عندهم في اوريفلام، كلشي كيعرفو ريحته من احسن لي بارفان. غير للناس اللي كيعجبهم لي بارفان المجهدين بزاف، اما الناس اللي كيعجبهم داك الروايح الباردين ولا لي بارفان ديال لي فلور ولا هادو، لا هذا من العنبر مجهد بزاف. غير هو كيلا كيف غادي ديرو، غادي يجيك الشقيقه بزاف، فخصو البرد بزاف والريح. مي كتبرد الريحه ديالو كنظن عاد كيولي حسن، كيدوم في الحوايج بزاف، كنظن اكثر من سيمانه ولا جوج ديال السيمانات، واخا كتصبل الحوايج كيبقى الريحه فيهم ديال هاد البارفان. ولكن زوينه فيه هو ان كل ما بردت الريحه ديالو كل ما عاد كتزيد زيان من احسن لي بارفان. بيان سور ما كيصلحش في الصباح، ولا ما كيصلحش في الخدمه، ولا لينا دوخ الناس بهاد الريحه، وليني من احسن الروايح اللي عندي انا، وكان كنستعملهم. كيصلح الا بالليل شي سواغي، شي عرس ولا شي فات، هي باش غادي يصلح. ما كيصلح زعما ديال كل نهار، ماشي البارفان ديال كل نهار ديال الخدمه ولا القرايه ولا غي. لا سواغي كيصلح. 50 مليلتر فيه من احسن الروايح اللي كيعجبوني نديرهم. هاد البارفان الزرق اللي ما كانش عندهم، اللي كانوا عاد داروه، ماشي داروا عاد دابا، ولكن كانوا داروه شويه قديم، ديال كنظن عام ولا عامين. هادي ريحته زوينه بزاف، ما كتشابهش هي وهادي، هادي كل واحد وريحته. هذا ريحته زوينه، حتى هو 50 مليلتر حتى هو فيه، هادي ريحته زوينه بزاف. وليني لي الفرق ما بينه وبين هذا المارون هو ان هذا حتى كي مي كيزيد يبرد كيولي زوين، هذا لا. بالنسبه لي انا هذا رايي الشخصي في هاد لي بارفان، هذا كل ما الريحه ديالو بردات كل ما انا بالنسبه لي ما كتبقاش عجباني ريحته، ما كتدوخش بزاف، ماشي كتنوض الحريق في الراس شقيقه. هذا ريحته زوينه، ولكن مي كتكون مجهده، انا مي كتبدا ريحته كتبرد ما كتبقاش عجباني ريحته، ما كتدومش بحال هذا. هذا مثلا قل تم سيمانه ما كتبقاش الريحه ديالو، ملي كتصبل الحوايج ما كتبقاش فيهم، العكس ديال هذا. هذا اللي درتي منه الحوايج وخليتيه كيولي المريو كامل فيه نفس الريحه، واخا كتكون انت داير غير في شي ميز وحده. هذا ريحته حتى هو زوينه. المهم الناس اللي ما كيعجبهمش اللي كيعزز عليهم الروائح القاصحين، واللي ماشي بزاف كاع، هذا ريحته مزيانه. كنظن هذا تقدر انك ديرو حتى هو حتى انا بالنسبه ليا كنديرو حتى بالعشيه، الخدمه ولا القرايه ولا حتى هو كنديرو. هذا لا، هذا ما كيصلحش، هذا كيصلح غير لشي شي سواغي، ولا ريحته مجهده بزاف. انا بالنسبه ليا كنفضل هذا المارون على هذا الزرق، هذا من احسن الروايح، لانني انا بالنسبه ليا كعزيز عليا الروايح المجهدين بزاف، الروايح القاصحه يعني ما كانش شي ريحه قاصحه بزاف ما كنستعملهاش. فبالنسبه لي انا هادو من احسن الروايح ومن احسن لي بارفان اللي عند اوريفلام كاملين، هما هاد العنبر. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، الى عجبكم شاركوا معايا في القناه، وعندكم تنساوني من لي جيم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.